في الفيديو ده هنشوف ازاي نظبط المشاهد بتاع العربية بحيث ان زي ما انت شايف كده لما بشغل الاوتو بايلوت العربية بتمشي لوحدها في كارلا، انا عايز المشهد اللي انا فيه هو كمان يمشي مع العربية جوه كارلا، اللي هو الاسبكتيتور اللي انا فيه يمشي مع العربية جوه كارلا. نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا هتلاقي اول سيل دي هي نفسها اللي احنا بنكررها على طول، ان احنا بنعمل سبون للعربية بننزلها في المكان اللي احنا عارفينه. بعد كده هنعمل نفس البرنامج اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، ان احنا هنا زي ما انت شايف كده جبنا البلو برينت لايبراري، بعد كده استدعينا الكاميرا، مش هنلعب في الخصائص بتاعتها ولا حاجة، احنا هنا بس هنستدعي الكاميرا، بعد كده هننزلها في نفس المكان اللي احنا نزلناه فيه المرة اللي فاتت بنفس السطور بتاع المرة اللي فاتت. طيب بعد كده المفروض ان انا هعمل ليسن، يعني طول ما الكاميرا بتاخد صور انا عايز اعمل ليسن بحيث ان انا احدث المشهد بتاع كارلا دلوقتي، يعني طول ما الكاميرا بتاخد صور انا هنفذ الفانكشن دي اللي هي اسمها سيت برسبكتيف، اللي هي الفانكشن دي كده اللي هي بتعمل ايه، اللي هي بتحدث المشهد دلوقتي زي ما انت شايف كده. بديها الفايكل، بمرر لها الفايكل اللي هي العربية بتاعتي يعني، وبعدين بجيب حاجة اسمها الاسبكتيتور من الورلد، بجيب حاجة اسمها الاسبكتيتور. الاسبكتيتور ده مين؟ ده هو اللي بيتحكم في المشهد بتاع كارلا دلوقتي، يعني بيتحكم في كارلا شايفة العربية من انهي شكل دلوقتي، هتفهم قصدي لما نفتح كارلا. يعني هتلاقي ان انا عملت حاجة اسمها ترانسفورم، جبت فيها احداثيات العربية فايكل دوت جيت ترانسفورم، جاب العربية موجودة فين دلوقتي في الخريطة في الماب، وبعد كده عايز انا اعمل ريلاتيف ليها، عايز اعمل مكان ريلاتيف ليها، فعشان كده قمت قايل دوت ترانسفورم كارلا دوت لوكيشن اكس ب5 وزد ب1 و6 من 10، يعني عند اكس ب5 وزد ب1 من 10 ريلاتيف، الاحداثيات دي ريلاتيف للعربيه، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا عايز المكان ده هو اللي يبقى فيه المشهد اللي انا هشوف منه العربيه وهي بتتحرك. كذلك انا عايز نفس الدورات بتاع العربيه فايكل دوت جيت ترانسفورم دوت روتيشن، المشهد اللي انا بشوف منه العربيه يتحرك بنفس حركه العربيه بالظبط، بنفس الدوران، بنفس اللوكيشن بتاع العربيه بالظبط. بعد كده بعد ما حصلت على الترانسفورم ده اللي هو المكان اللي انت هتشوف منه العربيه، تقدر تحدث الاسبكتيتور بتاعك اللي هو المكان اللي انت هتشوف منه العربيه، تعمل اسبكتيتور دوت سيت ترانسفورم بالترانسفورم الجديد اللي انت عايز تشوف منه العربية. فالمفروض ان السنسور اللي هو بتاع الكاميرا ده بيستدعي الفانكشن كل ما ياخد صورة، علشان كده هنا مش لازم استخدم الكاميرا، ممكن استخدم اي سنسور تاني بيعمل عملية الليسن دي، بحيث ان هو مش هستفيد اصلا اي حاجة من السنسور ده غير ان هو كل شوية يشغل لي الفانكشن دي عشان احدث الاسبكتيتور بتاعي. تعالى كده نشغل كارلا ونشوف اللي هيحصل ايه لو فتحنا كارلا بالشكل ده كده. زي ما انت شايف كده كارلا فتحت، نقدر نشغل السيل الاولى دي بحيث ان احنا ننزل العربيه. بعد كده تعال نشغل الفانكشن وتعال نشغل دي ونشوف الاسبكتيتور حصل فيه ايه. زي ما انت شايف طول ما العربيه بتتحرك المشهد بتاع كارلا هو اللي بيتحرك اهو قدامي، مش انا اللي بخليه يتحرك، مش انا اللي بتحكم فيه، لا هو اللي بيتحرك قدامي بالشكل ده. طبعا هتلاقي الحاجات اللي بتظهر والكلام ده بسبب الكاميرا كانت المفروض ان هي تقدم شويه يعني عن العربيه عشان ما تبقاش لازقه في اللوجو قوي كده. يعني زي ما انت شايف كده احنا قدرنا ان احنا نحدث الاسبكتيتور بتاع العربيه، نقدر نعمل ديستروي لو عادي بالشكل ده كده، والاسبكتيتور موجود كده تقدر ان انت تتنقل فيه زي ما انت عايز. ده كده بالنسبه لو انت عايز تحدد الاسبكتيتور بتاع العربيه بدل ما انت كل شويه تقعد تحدث العربيه بايدك، ان انت تقعد تحدث المشهد اللي انت شايف منه العربية بإيدك او تقعد تتتبع العربية بإيدك.